مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده. اليوم وجهي عابس، اليوم تحدي جديد تكسير ملعبه، لانه اليوم لا اليوم بتحديكم ما تضحكوا على الفيديوهات اللي بدها تقطع اليوم. والمشكله انه الفيديوهات اليوم هي عباره عن ضحكات، وفي مثل بيقول الضحك بيعدي، فنحن رح نتفرج على مجموعه اشخاص عم يضحكوا بطريقه غريبه كل هول وبتضحك وتحدي، ونحن ما رح نضحك. تفضل. يلا جاهزين لعبوا معنا اللعبة؟ تحكوا انبسطوا بالفيديو لأنه هذا الهدف من الفيديو. اشتركوا بالقناة هلا بهذه اللحظة وعملوا لايك على الفيديو. وين الفيديو ضيعته؟ أوكي لقيني للفيديو. يلا لا لحظة لا مش الفيديو اللي عم يعمل هيك ولا هي اللي عم تعمل هيك؟ هي عن حقيقة؟ هذا جودوكم جيجي. ايه ام واو جيجي. ناسي انه احنا ما لازم نضحك. لحظة اختنى، هدي امبيلانس، هدي مستشفى، راحت مستشفى، هدي عم تضحك ولا عم تخني؟ هدي بعدين يعني هخلصوني. اوكي انت لحظة روقي، لو انا لحظة بلشنا. يلا يلا. Are you taking a shower? ليك شو حمر لي؟ انا عم بتحرك فيلم رعب، انا حسيته. ايه لحظة هدي جاي عليك بالليل، بالليل مسكونة. ايه جاي عليك بالليل. عم زيكي بده سناكس، هذا بده هيدا بده الزيت، بده الزيت تبع البويب اللي بترشيه على مفصلات. هي عرفت شو؟ انت عم تضحك. مش كده انا ضحكت كمان. اوكي الضحك بيعدي. يا ما عم ياخذ نفس، ما عم ياخذ نفس. لك هيك الضحكة وكيف انا اختنق بتضحك هالقد طويل؟ أحمر. لا لا هيدا عنده أطول نفس مش أطول ضحكة. هيدا جينيس بوك، هيدا أطول نفس. معقول؟ لا ما اختنق. أنت انتبهت قد ما أخذ نفس. واو عم تمسخر عليا أصحابها. حرام وهي عم تضحك. اصحابها عم بيصوروها عم تضحك وهي مش قادره توقف ضحك. كل ما بدها تضحك يعني هيدي اذا بالسينما مثلا بموفي بيوقفوا الصاله بيوقفوا عم يحضر موفي بضحك كوميدي ما بتروح. كيف؟ او سي ولا حدا من اصحابها بيروح معها. قد ايه بتعرض بالمجتمع اذا هيك ضحكتها؟ اذا بدفن لا اسوأ شيء انه بعيد الشر 100 مره من هون، انه بدفن او بعزا تيجي ضحكه. شيء موقف مضحك يصير شيء ضحكه، واذا حدا هيك ضحكته لحظه بس بتعرفي شو بيصير؟ اذا وحده هيك بيقوم الميت بلا في مجال توقف ضحك. لا لانه هيك ضحكه بتشيل الميت من قبره. واو 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 حلوين. بس هيدا الشهير، هيدا حبيب قلبنا، هيدا برفقنا بكل جياتنا. يا الله انا مش عم بقول، قالوا لي لما اتجوز رح يصير سعيد. انا قلبتها يا جماعه، هو مش هيك قال بس قد ايه حلوه. او ماي جاد واو شو حلوه. قد ايه صرنا حاضرينه؟ كل ما نحضر بنخسر ضحك. قالوا لي مصروفه خايفين وما رح تصرف كثير. يا الله ليك يا رب شو بيعدي. يا الله يا الله المذيع راح فيها. مذيع خلاص يا شو هذا عنده غير احرف، هذا بيعمل غير احرف. يو 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 ياي هذا بيستعمل احرف ثانيه. يو 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 يو
ارتك بقى ابداعك بحاجة طيب وقف داعك حرام بس ما في اهضم ما في اهضم منون رح موت رح موت ما في اهضم منون ما في اهضم منون شو حلو نحن خلص نحن ليكي انسي لا 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 خليه لانه عم ببكي لا خديهم انت ليكي خلي كل واحد مصريته مع نفسه لانه مبدئيا لا انا ما يعني ضابطه تحدي لا ببكي ايه لا مش ضابطه تحدي لانه هذا عم بضيع اذا بضحك ولا ببكي قالوا الناس بتضيع اذا عم بضحك ولا عم ببكي مزبوط حدا بيضحك عم صيبون يا الله ما ألز او ماي جاد بتضحكي شرشبيل مع انه حرام هي مبينه كثير مهضومه بس شرشبيل شرشبيل هيك عاملين له ضحكته رغم انه هو شرير ايه بتذكر بس هي طاقة يعني عم تصرف كالوريز طيب هي ضعيفة هي بتاكل عم تحرق هي مطعم سبور عملت سبور يوم لا تحكت شي نص ساعة تحكت شي نص ساعة حرقت 3400 كالوريز هاي هو عم تحكي لحظة بدي عيدها حطولنا اياها صوت بس بلا صورة اسمعي الصوت No way! مزرعة سيسان ايه؟ تخيلوا الصوت بس بلا صورة مزرعة سيسان عم بيسوسوا على بعضهم كيف هيك؟ Oh my god! واو! ما بتقول انه هيدا الانسان هو بتطلع منه هيك ضحكة شو فريدة من نوعها ضحكته بدنا انتبهتوا لما تشلتوا الصورة مزرعة سيسان عم بيردوا على بعضهم ايه عم يعني واو! معطة. شو قالك يا بيض! كيف؟ هذا ضحك عنك انت صراحة مش قادر معلق على السنان اللي بتقدم أكتر من عن الضحكة الضحكة كتير كيوت بس إنه 4 سنين ما تتنمر علي للزنة شفتي؟ بس شو المشكلة إذا ما عنده 8 سنين من قدام؟ شو المشكلة؟ لا ما في مشكلة لا دايما بقولكم نحن عم نعمل كوميدي بدنا نضحك شو نحن اللي عم تمسخر على العالم شو الله اليوم الله يوفقه مطرح ما هو يعني نشوفه من بوسه بس نحن نعمل كوميدي بدنا نضحككم شوي بس إنه لا ضحكة 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 يعني ضحكة غير شكل هيدا بالمدرسة مع أصحابه يا الله قد بيتعرض لك لي وراه لك لي وراه غشين على ضحكته طيب هيدا بيعملهم أجواء من البهجة ليش شو مبسوط لأنه عنده صحن سلطة قدامه ايه والله أنا كنت والله أنا كنت أنت أصلا بتحكي أكثر من هيك أنا أكثر من هيك عملت هي الضحكة كتير عادية بعتقد سببها اللي مش عادي ده عم يلحن طلع معه غنية بس انتبهت صوته شو رفيع ضحكة امرأة هيدي ضحكة ست انتبهت صوته شو رفيع بس شفت الميلودي اللي صابه ايه هو عم بيلعب مزار مزار هو على 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 صوت عم يلحن عم ايه هيدي بتعرف ليش الضحكة عم تحكي مع صاحبتها عن صاحبتهم الثالثة عن صاحب صاحبتهم الثالثة عجب يكون سألتنا شو رأينا فيها زيك لما قلت لها ما بوشي كتير منيح هيك يعني مسخر انتو النسوين غوسبس اخ عم بتاغي ايه بلا مثل ولد صغير عم يعمل غير واو معقول هالاصوات واو كأنه موجوع ايه؟ كان في شيء عم يوجع يا الله لك ايه راح فيها وقع على الارض بس وجهه بتحسي في الم ايه عم يبكي ولك اصحابه مش قادرين يوقفوا ضحك يا حرام بتحسي عم يوجعوا بطنه موجوع ايه ممغوص شخص من الجمهور ما عم بيقدر يوقف ضحك هي هل قدامه شو خاصه يا حرامي هي تطلع رقبتها ما بيعرفها you
اكتر شيء بيضحك الكوميديان او بيشجعه هو الجمهور اللي عم يضحك عليه. هيدا عامل سهره هلا بسبب هيدا الجو. هو ستاند اب كوميديان وهديك ما عم يقدر يوقف ضحك وهديك نازل بعد فيه و 100%. لا عم يتابع بالزلمة كل التحكات وقف ضحك عم جيبون ولا ما عم جيبون عم جيبون ولا عم جيبون عم بتحكي عليك أكثر من عالي ماشي هذا ضحكته كثير عادية مثل ضحكة كيكي كفي هيدا بدك تيجي هيدا انزل 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 واطلع ايوه احلى شيء انهي الفيديو بضحكه كيكي. مين احلى ضحكه اكتبوا لنا بالكومنت اذا ضحكه كيكي ولا ضحكه حدا نفس الضحكه هي نفس الضحكه كثير بالظلمه هيدا كانت ضحكه كيكي لليوم ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لكن وضحكتوا معنا اشتركوا بالقناه لاف يو قدرت تحطي ايديك ولا ولا